تعال نشوف الذات لو وقف. الخبر ده كان في الاسبوع اللي فات، انا كنت جايباه من الاسبوع اللي انا ما جيتش فيه، بس واقفه عند حاجات معينه كالعاده يعني بتاريخ 23. وزاره الاوقاف تفتتح اليوم 31 بيتا من بيوت الله، منها 24 مسجدا جديدا. انا تقريبا في الفتره الاخيره ما عداش اسبوع في حلقه من الحلقات الا ما كنت تقريبا بجيب لكم خبر عن افتتاح مساجد جديده بيد وزير الاوقاف. اعلنت وزاره الاوقاف افتتاح 31 مسجدا اليوم الجمعه اللي هو 23، منها 24 مسجد جديد او احلال وتجديد، وسبع مساجد صيانه وتطوير، ليصل اجمالي ما تم افتتاحه من، ركزوا بقى في الخبر، من 1/7/23 حتى تاريخه 514 جامع. 514 جامع، سيبكم من ده كله. خلال الفترة من 2014 ل 2000، الخبر ده انا عرضته لكم قبل كده، من 2014 ل 2024 يعني 10 سنين، عدد المساجد 11536 او 35 مسجدا بتكلفه 15 مليار 16 مليار و138 مليون جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ في 10 سنين تعمل حوالي 12000، يعني بصوا انا فاكره ان انا لما عرضت الخبر ده قلنا حوالي 12000 جامع في 10 سنين، يعني 1200 جامع في السنه جداد جداد، 1200 جامع في السنه في السنه. هل مصرنا الحبيبه، وده السؤال اللي قلته ساعتها، مصرنا الحبيبه على مستوى كل محافظه ما فيهاش جوامع؟ وقلت ساعتها هتقولي قريه واحده واحدة، قرية واحدة ما فيهاش جامع واحد. قولوا لي قرية كذا كذا في محافظة كذا ما فيهاش ولا جامع، قرية واحدة. لكن هاتهم في المقابل في كام قرية في مصرنا الحبيبة ما فيهاش ولا كنيسة. ولا كنيسة. ال 16 مليار يا وزير الأوقاف من ميزانية الدولة. وكل مرة بقول ميزانية الدولة من ضرايبي، يعني أنا اللي بساعدك في بناء الجامع. فاكرين لما كنا بناخد قرار جمهوري أيام الحاج مبارك وأيام الحاج الرئيس المؤمن، قرار جمهوري عشان نصلح حنفية، حنفية مش نبني كنيسة جديدة. طيب انتوا فاكرين الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا، او يعني الحلقتين الثلاثه الاخرين، في 6 يناير بالظبط، في 6 يناير يعني من شهرين ثلاثه، مش من سنتين ثلاثه، من شهرين ثلاثه، تم الاعتداء على كنيستين في نفس اليوم. كان المونه بتاعه المباني والاساس وصلت. ايه رايكم في الاحلال والتجديد؟ خلينا في التجديد، الجداد، المساجد الجديدة. تفتكروا الأقباط لو كانوا زيكم وأول ما شافوا المباني هتقام والأساس هيترمي وطلعوا وحشين وقلات الأدب، الأقباط الشباب القبطي الوحش اللي مش متربي وراح اعتدى على الجامع وعلى أساساته وعلى المؤن بتاعته وعلى الحديد والأسمنت واللي واللي، ولا يبنى جامع في قريتنا، إيه رأيكم؟ كنت عملتوا ايه فيهم؟ حد تجرأ، انا بقول تجرأ حتى مش تجرأ عشان ضعف، لا 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 لا، انا ما يهمنيش انك تبني 10 جوامع بس تعاملني زي ما بعاملك. بتبني 10 جوامع، لو عندي قريه ما فيهاش يبقى ابني لي، ان انت بتاخد من فلوسي. بس للاسف احنا عرضنا مليون قريه ما فيهاش كنايس،
والاهالي بيروحوا من قريه لقريه بيركبوا مواصلات مع اولادهم ومش عارف ايه عشان يحضروا قداس في كنيسه في قريه فيها كنيسه، لان قريتهم ما فيهاش كنيسه. ايه بقى؟ هل هو ده العدل؟ انك تاخد فلوسي تبني بيها جوامع 16 مليار وانا مش عارفه ابني كنيسه، ويوم ما احب ابني كنيسه تعتدوا عليها لن تبنى كنيسه في قريتنا؟ اهو يعني انا بقول دلوقتي حاجه مش موجوده فعليا ولا ده حقيقه؟ في 6 يناير كنيستين والارهابيين الرعاع اعتدوا على، وطبعا سرقوا، اوعوا تنسوا السرقه دي حد اتحكم عليها؟ الاساسات اللي اتسرقت حد اتحكم عليها؟ البيوت اللي تم الاعتداء عليها حد اتحاكم؟ انا بقول لكم تاني، فاكرين ولا مش عايز اعيد تاني؟ فاكرين الارهابيين دول حد اتعاقب؟ بعد الشر يا نادي انت اتجننتي ولا ايه؟ مبروك عليك يا وزير الاوقاف، مبروك عليك. تعالوا اوريكم بقى بس الحبه الاسامي القرى اللي تم بناء جوامع. شوفوا اتجننت انا خلاص، بناء كنايس ايه يا شيخ؟ يا شيخ اليوم السابع اهو، شايفين فوق كله ايه؟ مساجد الاحلال والتجديد. انا حاطه 1 2 3 4 وعامله شرطتين جنب حاجه معينه. بصوا الاسامي دي، اولا اللي فوق دول كلهم انا ما وقفتش عندهم لانها مش مكتوب انها جديده، بس في نفس المحافظه 1 و2 و3 و4 نفس المحافظه بس قريه مختلفه. بعد اذنك يا مينا، اهو قريه كوم الفرج مركز ابو المطامير، دي محافظه البحيره، ابو المطامير دي محافظه البحيره. نمرة 2 مسجد عبد السلام الحلوجي، طبعا الأول مسجد زينب هان. عبد السلام الحلوجي زاوية، زاوية صقر مركز أبو المطامير، أبو المطامير برضو محافظة البحيرة، الله عليكم. مسجد النور فين؟ في النوبارية مركز أبو المطامير، الله عليك يا وزير الأوقاف، الله عليك. دي من ميزانيتهم هم الخاصة ولا ميزانية حضرتك وزارة الأوقاف؟ مسجد عبد الله ناصر التنمرية، بتنمروا على بعض ولا ايه؟ ليه اسمها كده؟ مركز ابو المطامير، برضو ابو المطامير 4 مساجد 4 مساجد 2 اللي جنبيهم الشرطه، مسجد ظرف زكي قريه التمامه او النمامه مركز كفر الدوار، والثانيه مركز كفر الدوار. يعني محافظه البحيره اخذت 4 مساجد، يا عيني كأن ما فيهمش قبل كده. محافظة البحيرة أبو المطامير 4 وكفر الدوار 2، دول بس اللي أنا لاحظتهم، سيبوكم اللي فوق. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ وجايين عاملين شطارة على كنيسة كانت موجودة واتهدت وبتتبني غيرها. طب ما هي كانت موجودة يا إرهابيين، يا حلوين، يا أمامير، رمضان كريم، ما هي كانت موجودة وبتتهد عشان ما تقعش فوق دماغ الناس. لا 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 لا، ما هي العهده العمريه تقع فوق دماغهم مش مهم، لكن ما تتبنيش تاني. مش لاقي كلام اعبر بيه عن مصر واللي بيحصل فيها، مش لاقي كلام اني شايفه الكيل بمكيالين، وشايفه النفاق، وشايفه القلب الاسود. بتضحكوا على، فعلا زي ما الدكتور احمد عكاشه قال، بتضحكوا على ربنا. انت فاكر ان انت لما تبني مساجد وتعلي وتكبر وري وري كده بتتقرب من ربنا، وانت بتكره صاحب البلد، بتكره صاحب البلد، ما تنسوش الكلام ده.